ايه بتكسب اجر فيني والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي وكالة الفرات للأنباء، أهلين فيكم من مطبخكم المطبخ السوري واللي منساوي فيه أشهى وألذ الأكلات السورية. واليوم إجيناكم بطبق جديد مع نهار الصيام مبارك، كل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم. واليوم بما أنه هيك شفنا حالنا مرشحين ومرضانين شوي، قلنا خلينا نعمل هيك أكل كله بروتين وما بروتين وهيك شغلات، خلينا نرجع الماوية تبعت الجسم. طبعا وأكلتنا اليوم هي الصبانيخ، ومين ما بيحب الصبانيخ على دور باباي باباي، ولا راح نحضرها سوا على طريقة المطبخ السوري ما طريقة باباي. تابعوا معنا. هلأ عندي هون 5 كيلو من الصبانيخ منشان الحديد يوصل فل فل بمعنى الكلمة، وعندي 750 جرام من اللحمة، لحمة الضان. عندي هون 150 جرام توم، طبعا ما كله 150 جرام توم، أنا عندي يعني رح حط 100 جرام من التوم. هي أكلة طيبة إنه يكون فيها توم كثير، والشغلة الحلوة بهاي الأكلة إنه فينك تعملها بأربع خمس طرق، يعني في عالم بتحط بصل، في عالم بتحط توم، في عالم بتحط كزبرة خضراء، يعني متعددة شو اسمها، مستحمل كل شيء مثل ما بيقولوا. وعندنا فليفلي هاي للزينة، هاي ما أنا مهم يعني، هاي جنبها هيك صحن فليفلي مع صحن مخلل جنب هيك الأكلة. تابعوا معنا. وهلا بنجيب باقة صبانيغ. ما شاء الله ماك ناوت، نحطها على الطاولة عنا، نقطع الحبل تبعها. ونفليها. طبعا لازم تشيلوها من هاي الشغلات، هاي الصفار والشيء الدبلون، هذا كله لازم ينشال. العروق الصفرا، العروق اليابسة كلها شيلوها. هلا بعد ما فليناها منيح رح نقطع منها تقريبا قدر 3 أصابع، يعني العروق العاملة هيك الثانية والنهائية بس. لا تكتروا انه تقصوا لعند العرق الأخضر، لا ما بيمشي الحال، بس بدنا هيك يعني هدول فقط ما لازمات للوزات مشان ما يطلعوا لنا كل مرة جوعانين جوعانين. هلا منقطعهم، ما منعمهم كثير ولا منخشنهم كثير، وسطيات. بهذا الشكل. طبعا بهذا الشكل منقطعهم منشان تطلع معنا الورقة او الصبانغاي يعني بشكل ممتاز، يعني مشان تحسوا بطعمة الصبانيغ. هلا بعد ما خلصت انا فرم هدول، وين في قطع مثلا خشنة كتير راح اقطعها هيك. هلا راح اقطع الباقيات على نفس النمط وارجع لكم. هلا بعد ما قطعناهم كلياتهم للصبانغات، راح نجيب طنجرتنا ننزل بقلب الصبانيغ ونسلقهم. راح نسلقهم كتير منيح. وهلا بنحطهم على الغاز وبننزل فوق المي. وهلا بعد ما غطينا على الطنجره راح نجيب التومات، ولان هي بتاكل كثير توم وانا هيك شوي تعبان فراح استعين بصديق. تفضل يا ابو عمر على ساحه المطبخ السوري. السلام عليكم ورحمه الله، منورين متابعين وكالة الفرات. تفضل احكي لنا كيف بتقشر التوم يا ابو عمر. تقشيره هي يعني ما بده شيء هو. هلا في عالم كثير بيقولوا انه ريحة التوم كثير فظيعة فما بيحبوها، شو تعليقك على هذا الكلام؟ لا لا التوم كثير منيح للالتهاب للشيء هيك، منيح كثير يعني التوم له فوائد اصلا. هلا طبختنا كم راس توم بدها؟ هلا هي طيبتها بالتوم يعني، يعني تقريبا هيك يعني راسين راسين؟ إيه. ما كثير هيك شوي؟ لا انا اليوم مرضان فانت هيك يعني فيها 5 كيلو صبانخ بدها.
انا اليوم مرضان فانت بدك تدير الامور لك صاحبي. اي والله راسي ابو مرض. طب انت هيك برايك نقص شرحات ولا ندق ندق؟ شرحات ندق. شو الفرق؟ شرحات في ناس بتحب التوم يعني انه ظاهر بالاكل. اي في عالم ما بتحب التوم ظاهر، فما بيحب التوم ظاهر بدق ندق. طب شو رايك انت كزبره خضراء ولا كزبره يابسه؟ كزبرة خضر ذات وجدت أفضل. طبعا جيت أبو عمر اليوم ما بس للمساعدة، أبو عمر اليوم هو ضيف الحلقة فراح نفطر سوا، فقلنا بنتعاون هيك منه شوي ومنه شوي ونجهز الأكل. شو رأيك أبو عمر؟ إيه بتكسب أجر فيني والله. سكينتنا غير سكينتكم. هلا بعد ما غليوا معنا الصبانغات رح نجيب طنجرة ومصفاي ونصفيهم. هلا بعد ما سلقنا الصبانغات كتير منيح صاروا معنا بهالشكل الجميل، شوفوا لنا المنظر الحلو. هلا بنقلع الطنجرة وبنحط الزيت والسمنة، ولا رح ننزل بمعلقة سمنة، رح ننزل بفنجان من الزيت، ولا بننزل باللحمة. ولا بنجيب معلقة من الملح. بنحرك. ولا بننزل برشة فلفل. ولا بعد ما حمسنا اللحمات رح ننزل بالصبانغات، ننزل فوق اللحم مباشرة، رح ننزل فيهم. ولا بعد ما خلطنا الصبانغ واللحم سوا رح نغطي اليون شوي وعلى نار هادي. هون هلا رح نجيب الطواي، ولا رح ننزل بمعلقة سمنة، وهلا بننزل بالتومات اللي قطعناها هون في هذا الشكل هيك، يشقروا او قبل ما يشقروا بننزلهم فوق الصبانغات. هلا بنحط معلقتين من ايش؟ من الكزبرة. رح احط قدر معلقة يعني، بس قدر هيك يعني، رح احط الطبخة كلياتها. طبعا بعد ما شقروا التومات هلا رح ننزل فيهم فوق الصبانغ. كشف طنجرتنا هيك نار، نعطيهم تحريكي. هلا بننزل بالتومات، نجيب الكبجي هيك نعطيها تحريكي نامي، ناخذ شوي من الصبانغات ننسح فيهم طوايتنا هيك عشان ما يترم، عشان ما يضل في اثار توم او كزبره. طبعا بتجيب انت بتجيب الصبانغ يعني 5 كيلو هيك بقى، شيء 5 باقات كبار، بتقول هدول بطعموا قبيلي. بتجي لما تترمهم وتسلقهم وتظبطهم تلاقيهم ما بيشبعوك. سبحان الله. وهلا بنطرم لنا 3 ليمونات هيك على الماشي، ونجهز عصيراتهم عشان ننزلهم على اكلتنا. طبعا هاي الاكل ما بيجيبها غير الليمون. العصارة تبعتنا هلا بنكشف على طبختنا. اوه صار تصحب لك. اوف نار يا حبيبي نار. ولا بننزل بالليمونات. طبعا مثل ما قلت لكم هلا يمكن في اغلبيه راح يستغربوا انه ليش انا عملتها بهاي الطريقه. مثل ما قلت لكم هاي الاكله سبحان الله بتستحمل معكم كذا طريقه، بتنعمل معكم باربع طرق، انتم كيف ما بتحبوا سووها، بس لقيت اذكى واطيب طريقه هي الطريقه، يعني بتعطيكم طعمه الصبانغ
تماما. يعني بتحسوا بالطعم وانتم عم تاكلوا. طبعا هلا بعد ما خلصنا طبختنا طبعا ما راح تشوفوا شيء، بس هلا هيك جينا الصحن. وهي كانت طبختنا لليوم يلي هي الصبانيغ. في روايات بتقول انه منطقة من مدينة حمص بيقولوا لها بوراني. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ترى اكلة كثير طيبة ومليئة يعني بالحديد والكالسيوم والهاي الشغلات، يعني هاي الفيتامينات هاي، يعني الامور الطيبة هاي ترى رواق. طبعا هون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى انه تكون نالت اعجابكم وعجبتكم طريقتنا بالطبخة. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار راسلونا على بريد الصفحة، ودمتم بخير، تابعونا ليصلكم كل جديد.